قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، حيث بلغ عدد الشاحنات 11 شاحنة. هذا في الوقت الذي يعاني فيه سكان القطاع من أزمات كارثية في الماء والكهرباء والغذاء، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع وانتشار المجاعة والأوبئة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية بالفعل نحن أمام أوضاع متأزمة وأكثر تعقيدا بسبب الإجراءات التعسفية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي لم تسمح اليوم للشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية بالعبور من منفذ كرم أبو سالم وعادة مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح فقط إلا لـ 11 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد بترولية، سواء كانت للسولار أو للغاز، ليصبح إجمالي حصيلة اليوم 11 شاحنة فقط، وهو بالتأكيد يعني عدد هزيل وعدد ضعيف جدا لا يقارن عن الأعداد التي دخلت منذ أيام إلى الأراضي الفلسطينية. أمس واليوم هناك هبوط كبير في عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح واتجهت إلى كرم أبو سالم. هذه الأعداد لا تقترب حتى إلى 30 أو حتى إلى 40 شاحنة. على مدار الأيام الماضية كنا لاحظنا يعني تصاعد لأعداد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح واتجهت إلى كرم أبو سالم. هذه الشاحنات كانت تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية، وصل عددها إلى أكثر من 350 شاحنة، لكن اليوم نحن في بصدد هبوط كبير من الشاحنات التي عبرت من المعبر واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم. كل ذلك يعود إلى الإجراءات التعسفية والتعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمات وكوارث إنسانية كبيرة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.